أحداث مرت، طرف حدثت، حضارة نشرت، حروب وقعت، أمم اندثرت، أجيال ولدت. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. أدباء شعراء ظرفاء، موسيقى طرب وغناء، علم أدب وتراث، طرف فاقت أحداث، شمس نارت أكوان، لون من كل الألوان. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. طرائف العرب غاية الأرب، واحدة باليوم تقطر كل يوم. طرائف العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طرائف العرب. أيها السادة، لعلكم تذكرون إن شاء الله أن الحلقة الماضية كانت تدور حول حديث عميق من الفرزدق لأمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك، وقلنا إن الفرزدق دخل على سليمان فتنكر له سليمان وتجاهله وقال له: من أنت؟ فأراد أن يرد عن كرامته، قال: يا أمير المؤمنين، أنا رجل من قومي أسود العرب، أي أكثرهم سيادة، وأجود العرب، وأفرس العرب، وأحلم العرب، وأوفى العرب، وأشعر العرب. فازداد سليمان غضبا وتوعده إن لم يفسر له ذلك بعقاب شديد، ففسر له في حلقة الأمس أوفى العرب، ثم أسود العرب، ثم أجود العرب، بقي أن يفسر له الباقي، وهم أحلم العرب، وأشعر العرب، وأفرس العرب. أفرس العرب أي أكثرهم فروسية. هل لموا بنا إلى مشاهد اليوم لنرى كيف يفسر الفرزدق هذه الأمور بين يدي سليمان بن عبد الملك. يا أحنف، لبيك يا أخ العرب. ما شد دمامتك يا رجل؟ كفوا، كفوا بالله عليكم. ماذا أعبت علي يا أخي؟ إني أعيب عليك دمامتك يا هذا وقبح وجهك. أيها الرجل الطيب، أتعيب الناقش أم المنقوش؟ عفوك سيدي، فما قصدت، ولكن لا عليك، لا عليك، فالإنسان خطاء. ولكن قل لي يا سيدي، كيف أتيت بكل هذا الحلم؟ وما كان مني لأن أخرجك عنه فلم أتمكن. لقد تعلمته عن قيس بن عاصم المنقري التميمي، فما أبلغ حلمه على حد علمك. كنا ذات يوم نجلس بمجلسنا هذا، فدخل علينا. هذا ما كان من أمر فلان. أما الأخر، قتل ولدك يا قيس. ماذا قلت؟ من قتله؟ ابن أخيك، هذا هو. اتركه، اتركه يا أخ العرب.
خذ 100 من الإبل وسلمها إلى أم ولد القتيل هذا، فهي غريبة عن الديار. يا ابن أخي، لقد عصيت ربك وخنت أهلك وظلمت نفسك وقطعت رحمك وأقللت عددك، فلا يبعد الله غيرك، فلا يبعد الله غيرك. وهكذا استطاع الفرزدق أن يثبت ما ادعاه من أمجاد لقومه في ذكاء بارع وحجة واضحة، إلا أنه بقي أمران، فهو لم يثبت بعد أن أفرس العرب وأن أشعر العرب من قومه، وعليه إثبات ذلك. ولا ريب أن سليمان بن عبد الملك مع تغيظه عليه، لا ريب أنه يزداد به إعجابا كلما سمع حجته القوية وقريحته المتوقدة. كيف سيثبت هذين الأمرين؟ هلموا بنا لنرى ولنسمع ماذا يصنع الفرزدق بين يدي سليمان ابن عبد الملك. أما أفرس العرب يا أمير المؤمنين فهو من قومي أيضا. هات يا سمعنا. لقد أجمع رجال الأمن والفروسية على أن أفرس فرسان الإسلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، والزبير بن العوام، وطعمة بن عبيد الله، وعميرة بن الحباب، وقطري بن الفجاءة، والحريش بن هلال السعدي، وشبيب الحروري. كفى كفى بالله عليك. وقالوا قد يعير الفارس إذا فر من عدوه، إلا أن يفر من علي بن أبي طالب والحريش بن هلال السعدي، والحريش من قومي. بقيت واحدة يا أما أشعر العرب يا أمير المؤمنين فهو همام بن غالب بن صعصعة بن مجاشع، إنه الفرزدق، وها هو بين يديك يا أمير المؤمنين، لعلك تعرفه الآن. ارجع على عقبيك خائبة، فما لك عندنا من شيء نعطيك. بها ونعمت، بها ونعمت. أتيناك لا من حاجة عرضت لنا إليك، ولا من قلة في مجاشعي. وهكذا استطاع الفرزدق أن يقتص لكرامته وأن يثأر لعزته وأن يترك في نفس الخليفة ولا شك إعجابا بقوة بديهته وسرعة حجته ورباطة جأشه وقوة أعصابه، ترك ذلك كله في نفس الخليفة بهذه الردود العجيبة. أيها السادة، شكرا لكم لحسن متابعتكم، وإلى حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحداث مرت، طرف حدثت، حضارة نشرت، حروب وقعت، أمم اندثرت، أجيال ولدت. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. أدباء شعراء ظرفاء، موسيقى طرب وغناء، علم أدب وتراث، طرف فاقت أحداث، شمس نارت أكوان. أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما
الأحفاد ما دون بالتاريخ. طرائف العرب غاية الأرب، واحدة باليوم تقطر كل يوم. طرائف العرب.